هذه الشيلة مهداة من نجلاء المطيري إلى الأستاذة شاهرة محمد الدويخ. عاد عيد الفطر وفضل الشريحان الوكاد عاد عيد الفطر وقبل رش ريحان الوكاد يالله انك دام تسعدنا وفرحتنا هنية جمعنا فالعيد جمع باركه رب العباد فيها لمش من المطور فينا وفرح وفية من نجلاء الغلا بنت الوفا والمقدرية عيدكم مبارك وجعل العمر كله عياد جعلكم يربو على في خير الروس على بيا عاد عيد الفطر واكبر رش ريحان الوكاد يالله انك دوم تسعدنا وفرحتنا هنية جمعنا في العيد جمع بارك رب العباد فيها لمش من المطير فينا وفرح وفية من ذويانا ذويخهم على الطيب والمقدرية عيدكم مبارك وجعل العمر كله عياد عيدكم مبارك وجعل العمر كله عياد جعلكم يربو عنا في خير الرسالة فيها كلنا ظفر البعض نبقى يندرع وسنادي عزوج متوارثين العز وامجاد الحرية الضاري فيهم ومارئه من بين الدرية شهدهم فالمواقف من يشهدون الثقالي وامدح الغالي يا شاهرة حلالة الاعدادي الكريم النادر اللي بالعطا كفه سخية الكريم النادر اللي بالعطا كفه سخية لنا ظفر بعضنا دايم درع وسنادي عزوك المتوارثين العز وامجاد العلي والختام اطلبك يا الله الولي رب العباد كل عام جدد التلاقي والافراح حي والختام اطلبك يا الله الولي رب العباد كل عام جدد التلاقي والافراح حي كل عام جدد التلاقي والافراح حي كل عام جدد التلاقي والافراح حي وإبداع والإتقان في العمل.